اهلا بكم حبايبي طلاب جريد 4 في درس جديد على قناه برايفت ماس ليسونز. توداي ان شاء الله هناخد ليسون 2 اللي بعنوان الفراكشنز. درس بتاعنا النهارده سهل وجميل وبرده درس مهم، هنتعرف فيه مع بعضينا على انواع الفراكشنز. هي الفراكشنز ليها انواع؟ ايوه، في عندي 3 انواع من الفراكشنز، يلا نتعرف عليهم بالتفصيل. اول نوع عندنا يا اولاد اللي هو البروبر فراكشن. طيب يعني ايه كلمه بروبر؟ كلمه بروبر يعني طبيعي او شكله عادي. يعني البروبر فراكشن لو احنا عايزين نديها معنى بنقول عليه الفراكشن الطبيعي او اللي شكله عادي. طب ده بيتميز بايه؟ بنلاقي فيه ايه؟ لازم نلاقي فيه النيوميريتور لزان الدينومينيتور، زي اللي احنا كنا بناخده من شويه، زي اللي خدناه الليسون اللي فات. يعني مثلا زي كده 1 اوفر 5 النيوميريتور لزان الدينومينيتور. يعني ايه 1 اوفر 5؟ يعني ال1 بيتزا او الهول 1، ال1 كله قسمناه 5 بارتس وانا خدت 1، يبقى انا خدت جزء لزان ال1. يعني دايما البروبر فراكشن اللي انا باخده او هو بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن حاجه لزان ال1. طيب ال2 اوفر 6 بروبر ولا مش بروبر؟ بروبر. ليه؟ عشان النيوميريتور لزان الدينومينيتور. طيب ما معنى ال6 اللي في الدينومينيتور؟ معناها ان الهول 1 قسمناه ل6 بيسز. طب احنا خدنا كام بيس؟ خدنا 2. تمام، يبقى احنا خدنا جزء من ال1. طيب ال3 اوفر 8 معناها ايه؟ معناها ان الهول 1 قسمناه ل 8 بيسز. طيب احنا خدنا كام بيس؟ خدنا 3 بيسز، خدنا 3 بارتس، يبقى انا خدت جزء من ال 1 كله. يبقى البروبر فراكشن يا اولاد دي اول صور الفراكشن، واسمه الفراكشن العادي او الفراكشن الطبيعي اللي احنا بنلاقي فيه النيوميريتور لزان الدينومينيتور، وبيعبر عن حاجه انا خدتها لزان ال 1. يعني ده لزان 1، ده لزان 1، ده لزن 1، ما خدتش ال1 كله، خدت جزء منه. طيب ايه النوع الثاني؟ النوع الثاني من اشكال الفراكشنز الامبروبر فراكشن. يعني ايه كلمه امبروبر فراكشن؟ امبروبر فراكشن يا اولاد معناها مش عادي او مش طبيعي او احنا مش متعودين عليه. يعني ممكن نقول البروبر فراكشن الفراكشن اللي احنا متعودين عليه، الامبروبر فراكشن الفراكشن اللي احنا شكله مش متعودين عليه. طب ده شكله عامل ازاي ده؟ او بيجي لي عامل ازاي؟ لازم نلاقي فيه النيوميريتور جريتر ذان اور ايكوال الدينومينيتور. جريتر ذان اور ايكوال؟ طب زي ايه كده يا اولاد؟ زي مثلا لما يقول لي 7 اوفر 4، انا جالي فراكشن 7 اوفر 4. يلا نفهمه مع بعضينا. لما نيجي نبص عليه احنا عارفين ان الفور اللي تحت معناها ان الهول 1 انا قسمته 4 بيسز. احنا بقى متوقعين ان احنا خدنا جزء، لقينا فوق مكتوب 7. ازاي 7؟ ينفع ناخد 7 بارتس من ال 4 بارتس؟ ينفع؟ هل ينفع اخد ال 7 من ال 4؟ طبعا ما ينفعش. الله، امال هو عايز يقول لي ايه بالشكل ده؟ هو عايز يقول لك خد بالك الحته اللي اسمها 1 اوفر 4 احنا واخدين منها 7. يعني ال7 دي معناها احنا واخدين 7 بيسز من الايه؟ من ال1 بيس ديت. ادي 1 2 3 4 5 6 7. ايه ده بقى؟ يبقى احنا مش واخدين جزء، ده انا هنا مش واخد فراكشن، ده انا هنا واخد هول 1 ومعاه حته كمان. الامبروبر فراكشن ما بتاخدش فيه حته صغيره، ده الامبروبر فراكشن لازم يكون جريتر ذان ال1. دي حاجه مهمه. البروبر فراكشن اللي فوقيه او الفراكشن العادي او الطبيعي او اللي احنا متعودين عليه لازم ناخد فيه اجزاء لزن ال1، لكن الامبروبر على طول بيجي لي جريتر ذان ال1، ودايما بنلاقي فيه النيوميريتور اكبر من الدينومينيتور. تمام، يبقى احنا كده عرفنا البروبر وعرفنا الامبروبر. وزي ما انتم شايفين هنا في النوتس ان انا عندي 7 بارتس كل واحد منهم يمثل كوارتر اوف ايه؟ اوف الهول 1. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان انا عندي حاجه اسمها بروبر فراكشن، الفراكشن العادي او الفراكشن اللي احنا متعودين عليه اللي هو لزن 1،
اللي بيعبر ان انا خدت اجزاء للزن 1، والنوع الثاني من الفراكشن اللي هو الامبروبر فراكشن، اللي هو الفراكشن اللي مش عادي، اللي بنلاقي فيه النيوميريتور جريتر ذان الدينومينيتور، واللي هو لازم يكون جريتر ذان ال1. طيب تعالوا مع بعضينا نشوف ملحوظه مهمه قوي. احنا قلنا في تعريف الامبروبر فراكشن ان هو النيوميريتور بتاعه لازم يكون جريتر ذان الدينومينيتور اور ايكوال. يعني ايه كلمه اور ايكوال؟ يعني يا اولاد لو شفنا فراكشن مثلا 2 اوفر 2، ده نسميه بروبر ولا امبروبر؟ نسميه على طول امبروبر. ليه؟ عشان ده ايكوال 1. ال 2 اوفر 2 ده امبروبر عشان ايكوال 1، واحنا قلنا ان البروبر او الفراكشن العادي كلمه فراكشن يعني جزء بيعبر عن جزء، لكن النمبر 1 ده الهول 1 ما يعبرش عن جزء ابدا. يبقى بنسمي ال 2 اوفر 2 او ال 3 اوفر 3 او ال 4 اوفر 4 بنسميه امبروبر فراكشن. طب لو جالي مثلا النمبر 2، هو مش اي نمبر، قلنا عباره عن النمبر ديفايدد 1. يعني لو عندي 2، ال 2 دي عباره عن ايه؟ عباره عن 2 ديفايدد 1، يبقى عباره عن فراكشن. لكن الفراكشن ده بروبر ولا امبروبر؟ الفراكشن ده فراكشن احنا متعودين على شكله ولا مش متعودين على شكله؟ هل الفراكشن ده طبيعي ولا مش طبيعي؟ لا مش طبيعي طبعا، عشان النيوميريتور بتاعه جريتر ذان الدينومينيتور، وبالتالي اي نمبر في الدنيا ممكن نقول ان هو عباره عن امبروبر فراكشن. زي مين كمان؟ زي مثلا الفايف. لو جيت قلت لكم كده 15 ديفايدد 3، الفراكشن ده بروبر ولا امبروبر؟ يعني فراكشن شكله عادي ولا شكله مش عادي؟ يا مستر طب ايه هو اللي شكله عادي؟ شكله عادي يعني بيعبر عن جزء. هل ده بيعبر عن جزء؟ ينفع الثري بارتس ناخد منهم 15؟ لا طبعا ما ينفعش. امال ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا عندي 15 بارت من الجزء اللي هو اسمه 1/3. يعني لو الهول 1 متقسم ل 3 بارتس، انا هاخد من ال 3 بارتس دول 15. يعني انا معايا 5 وانز كاملين، اكن معايا 5 بيتزاز وكل بيتزا مقسمها 3 بارتس. يبقى انا عايز اقول لكم ايه في الحته دي؟ عايز اقول لكم ان اي نمبر في الدنيا بنعتبره امبروبر فراكشن. طيب يلا نخش على صوره تانية مهمه قوي بقى، اللي هي الصوره الثالثه من الاشكال اللي بيجي لي عليها الفراكشن. اسمها ايه؟ اسمها الميكسد نمبرز. دي الصوره الثالثه. اول صوره ايه؟ هنراجع مع بعض البروبر فراكشنز. الصوره الثانيه الامبروبر فراكشنز. ايه الصوره الثالثه دي بقى؟ اسمها الميكسد نمبرز. ما بنقولش فراكشن، بنقول ميكسد نمبرز. ايه حكايه الميكسد دي بقى؟ كلمه ميكسد يا اولاد يعني مشكل من ده ومن ده، او حاجه مختلطه، عندي من ده ومن ده. طب ده شكله عامل ازاي؟ يلا نبص هنا كده. هو احنا المنظر ده من شويه لما جينا نعبر عنه بالامبروبر فراكشن، قلنا المجموعه دي كلها عباره عن ايه؟ قلنا عباره عن 7 اوفر 4. بس لما جت لي 7 اوفر 4 انا ما عرفتش اتخيل الهول 1 اللي عندي قد ايه والفراكشن قد ايه. في الميكسد نمبر احنا بنعمل ايه؟ ال1 الكامل بنكتب النمبر بتاعه هنا كده. يعني انا عندي ده كده 1 ومعاه ايه؟ ومعاه 3 اوفر 4 اللي هي الجزء اللي باقي. يعني الميكسد عباره عن ايه؟ عباره عن جزء امبروبر وجزء بروبر، لان احنا قلنا ان اي نمبر في الدنيا امبروبر، فال1 ده هعتبره ان هو امبروبر ومعاه جزء ايه؟ بروبر. طيب هل شكل الميكسد نمبر افضل ولا شكل الامبروبر فراكشن؟ لا طبعا، لو جالي ميكسد نمبر انا افهم اكتر، لان انا هنا اتوضح لي انا عندي قد ايه اجزاء كامله وقد ايه فراكشنز صغيره. اوكي، يبقى ما معنى ال1 اند 3 اوفر 4؟ معناها ان انا عندي هول 1، عندي 1 كامل، وعندي جزء جنبه بروبر فراكشن اسمه 3 اوفر 4. يبقى انا عندي الميكسد يا اولاد، الميكسد والامبروبر بنعتبرهم اخوات. يعني دايما الميكسد والامبروبر اخوات بعض، الشكلين دول بيعبروا عن نفس الحاجه بالظبط، لكن احنا بنحب الميكسد علشان بيعرفني اول ما ابص له على طول انا عندي كام هول 1 موجود.
لكن ال 7 over 4 لازم كده افكر بدماغي اخد كام بارت من ال 7 عشان اكون الهول 1. هنا 4 يبقى ناخد عليها 4 فوقيها 1 2 3 4 عشان تكون لي 1، ويبقى من ال 7 3 نحطهم هنا يعني اكنها 1 وجنبيه بروبر فراكشن اسمه 3 over 4. طيب تعالوا نشوف مع بعضنا في الجزئية دي ازاي هنحول الميكسد نمبر لامبروبر والعكس. يعني احنا قلنا من شوية ان الميكسد والامبروبر الاتنين اخوات، يعني الصورة دي ممكن اوصلها للصورة دي والعكس. اول اكزامبل عندنا يقول لي ايه بقى؟ convert the mixed number 4 and 1 over 2 to an improper fraction. يعني عايزين نحول الصورة دي للصورة اللي فيها النيوميريتور جريتر زاد الدينوميريتور. هنعمل ايه؟ تعالوا نبص بس كده اول طريقة دي هنوضح بيها، يعني احنا مش هنشتغل بالطريقة دي، دي بس كده هنتفرج ال 4 and 1 over 2 عاملة ازاي. ال 4 دي يا اولاد عبارة عن ايه؟ ال 4 دي يعني 4 ones، يعني ال 4 and 1 over 2 عبارة عن 4 plus 1 over 2. يبقى هنتفق ان الميكسد بعمل للهول ones بلس الفراكشن اللي موجود عندي. طيب لما نيجي نبص ال 4 بلس 1 اوفر 2 هو المنظر ده، ادي ال 4 اللي هم ال 4 اورنجز دول وادي الهاف بتاعها. طيب ينفع اعمل سم لل 4 بلس 1 اوفر 2 هي كده؟ ال 4 دي عباره عن ايه؟ عباره عن 4 ديفايدد 1. انا عايز اخلي ال 1 ده 2 يبقى لازم اجيب الايكويفلنت فراكشن بتاعه. ال 1 عشان نخليه 2 نعمل ايه في ال 4؟ 4 تايمز 2 يديني 8، عشان كده ال 4 اصبحت 8 اوفر 2. حولنا ال 4 ل 8 اوفر 2 وعملت لها بلس 1 اوفر 2 اداني 9 اوفر ايه؟ اوفر 2. يبقى اول طريقه عندي في ان انا احول الميكسد لامبروبر ال 4 دي ابتدي اجيب لها الايكويفلنت فراكشن اللي يخلي الدينومينيتور بتاعها زي الايه؟ زي الفراكشن ده، ونعمل عمليه صم. الناتج اداني 9 اوفر 2. يعني ايه 9 اوفر 2؟ يعني 9 هافز. يديني المنظر ايه؟ المنظر ده. طيب هل في طريقه تانية توصلني بسرعه من الشكل ده للشكل ده؟ في طريقه تانية وعايزكم تركزوا فيها عشان دي اللي هنشتغل ايه؟ هنشتغل بيها. انا بيجي لي كده 4 and 1 over 2. اول حاجه نعمل ايه؟ نقول كده 4 times 2. يبقى انا هعمل 4 times 2 يديني كام؟ يديني 8. اللي يطلع ال8 دي نعمل لها بلس الايه؟ ال1 ده. يبقى هنعمل تاني 4 تايمز 2 بلس ال1، ده تايمز ده بلس ده، ده تايمز ده بلس مين؟ بلس ده. الهول 1 تايمز الدينومينيتور واللي يطلع بلس النيومريتور. يبقى نعمل 4 تايمز 2 واللي يطلع نعمل له بلس مين؟ بلس 1. تاني هنقول ايه؟ ده تايمز ده بلس ده، ده تايمز ده بلس ده. يبقى 4 تايمز 2 يديني 8، 8 بلس 1 يديني ايه؟ يديني 9. يبقى انا بسرعه قدرنا نوصل من الشكل اللي هو الميكسد نمبر للشكل بتاع الامبروبر. ها هنقول ايه؟ ده تايمز ده واللي يطلع نعمل له بلس ده. طيب عايزين بقى نشوف ازاي نحول الامبروبر لميكسد. احنا عرفنا من شويه ازاي بنحول الميكسد لامبروبر، ده تايمز ده بلس ده. طب لو جالي بقى امبروبر زي المنظر ده، هو ده يا مستر امبروبر؟ عشان النيوميريتور جريتر زين الدينومينيتور. طب نعمل ايه بقى في الموضوع ده؟ عندي طريقتين. اول طريقه نسال نفسنا هي ال 46 فيها كام 7؟ مين اقرب حاجه في تيبل 7 لل 46؟ انا بحب اشتغل بالطريقه دي لان الطريقه الثانيه طويله. يعني هيجي لنا دلوقتي الامبروبر، انا شايف 46 ديفايدد 7، نروح على طول على تيبل 7 ونسال نفسنا سؤال، ايه الحاجه اللي في تيبل 7 اللي توصلني قريب قوي من ال 46؟ طبعا ال 42. هي ال 42 بتيجي منين؟ من 6 تايمز 7. يبقى هنقسم ال 46 نقسمها لجزئين ل 42، ويتبقى كام عشان اوصل لل 46؟ يتبقى 4.
يبقى أنا ال 46 أول خطوة هنعملها هنقسمها ل 42 بلس مين؟ بلس ال 4. طب أنا كده استفدت إيه؟ استفدت إن ال 42 ديفايدد 7 أنا عارف على طول إن هي ب 6، واللي يبقى جنبها ده الفراكشن الايه البروبر العادي اللي احنا متعودين عليه. طيب المنظر ده نعمل فيه ايه؟ نحوله الميكسد نمبر، نحط الهول 1 كده وجنبه البروبر فراكشن. تمام. طيب ايه الطريقه الثانيه؟ الطريقه الثانيه ان احنا نعمل لونج ديفيجن. لونج ديفيجن يا مستر معقول؟ اه. بنعمل ايه؟ بنجيب كده ال 46 ديفايدد 7. الناس اللي مش حافظه التيبل هتكتب لي طبعا التيبل هنا، وهنشوف ال 46 between A and A. هنلاقي كده ان ال 7 times ال 6 equal 42، وال 7 times ال 7 equal كام؟ 49. هنلاقي ان ال 46 هنا كده. نعمل ايه؟ ناخد ال 42 نكتبها تحت ال 46، وناخد اللي مع ال 7 في التيبل نحطها فوق، وبعد كده نعمل ماينس 6 minus 2 يديني 4، و4 ماينس 4 يديني 0. يبقى الانسر بتاعتي عباره عن ايه؟ ال 46 فيها كام؟ 7. فيها 6 7s. اوكي؟ ويتبقى كام؟ ويتبقى 4. تمام؟ يبقى ال 46 ديفايد 7 هتيكوال معايا 6 اند 4 اوفر 7. احنا هنستعمل انهي طريقه؟ هنستعمل الطريقه الاولانيه، ان انا اكون قوي جدا في التيبل ونسال نفسينا ال 47 مين اقرب حاجه في التيبل اللي هو تيبل 7 توصلني لل 46. على طول تقول في دماغك اه اقرب حاجه ان انا عندي 6 تايمز 7 ايكوال 42. يبقى هنحط 6 از ا هول ايه؟ از ا هول 1. طيب يبقى كام بقى من بعد ال 42 عشان اوصل لل 46؟ ممكن اعد على ايدي بعد ال 42 43 44 45 46. يبقى 4 اوفر كام؟ اوفر 7. اوكي؟ طبعا ان شاء الله في الاكسرسايزز هنحل كتير وهنبقى اقوياء جدا في الجزئيه دي. في ملحوظه مهمه قوي. لو انا جالي امبروبر فراكشن وقال لي حوله لميكسد، ولقينا ان هو ممكن نحطه في السمبلست فورم، اعمل ايه؟ نشتغل عليه الاول ونحطه في السمبلست فورم. يعني ايه؟ انا عندي كده ال 48 ديفايدد 20. المفروض ان في كومنز ما بين هنا وهنا، ده ممكن اعمل له ديفايدد 4 وده ممكن اعمل له ديفايدد 4. يعني في ايكويفالنت للزان ده، يعني ممكن اخفض الشكل بتاع الفراكشن ده. يعني لو عملنا ديفايدد 4 هنا يديني كام؟ يديني 12. ولو عملنا هنا ديفايدد 4 يديني كام؟ يديني 5. يبقى بدل ما اشتغل على ال 48 ديفايدد 20 اشتغل على ال 12 ديفايدد 5. تاني، لو جالي امبروبر فراكشن ولقينا ان احنا ممكن نعمل ديفيجن للنيومريتور والدينومينيتور باي اني نمبر، نعمل سمبليفاي الاول وبعد كده نحول. يلا بقى نحول ال 12 اوفر ال 5. نسال نفسنا سؤال، هي ال 12 فيها كام 5؟ هو تيبل 5 5 تايمز كام يقربني من ال 12 لكن ما يعدنيش ال 12؟ هقول كده 5 تايمز 1 يديني 5، 5 تايمز 2 يديني 10، انا قربت اهو، 5 تايمز 3 يديني 15، لا انا كده بعدت، نرجع تاني 5 تايمز كام؟ 5 تايمز 2. يبقى اكتب ال 2 هنا كده واقول 5 تايمز 2 يديني 10، بعد ال 10 11 12. يبقى انا كده عديت ايه؟ عديت 2. يبقى 2 عشان اوصل لمين؟ لل 12. ونحط دايما ال 5 هنا، دايما الدينومينيتور ما بيتغيرش. يبقى ال 12 ديفايدد 5 دي كده امبروبر، لما نحولها لميكسد تديني 2 اند 2 فيفثز. يعني ال 12 اوفر 5 جواها 2 هول 1 ويبقى عندي فراكشن صغنون اسمه 2 اوفر ال 5. تعالوا مع بعضنا نشوف جزئية مهمة جدا، وأنا بعتبرها من الحاجات اللي مهمة قوي في الدرس، ومش في الدرس وبس، ليك بعد كده في السنوات اللي جاية إن شاء الله. فالجزء ده مهم جدا، ركزوا معايا فيه. إزاي نعرف نعمل comparing لتو fractions والاتنين دول ليهم different numerators and denominators؟ زي إيه كده؟
مثلا 3 اوفر 4 و 2 اوفر 3. احنا خدنا في ليسون 1 ازاي نعرف نعمل كومبير لو عندنا نفس الدينومينيتور او نفس النيومريتور. المره دي بقى الموضوع غريب، ده انا جاي ل 3 اوفر 4 و 2 اوفر 3 اعمل ايه؟ هنتصرف ازاي عشان نعرف نقارن صح؟ هنا الخطة بتاعتنا لازم نخلي التو فراكشنز دول ليهم نفس الدينومينيتورز. هقولها تاني، التو فراكشنز دول الخطة بتاعتك انك تحول الدينومينيتور ده والدينومينيتور ده لنمبر هما الاتنين مشتركين فيه، اللي هو هيبقى ايه؟ هيبقى least common multiple. يبقى انا هدور على ايه دلوقتي؟ هدور على least common multiple بتاع الفور والثري. اوكي، دي اول خطوة لازم نعرفها. طيب احنا لما كنا بنجيب الليست common multiple كنا بنجيبه ازاي؟ كنا بنجيب البرايم فاكتورز للفور والبرايم فاكتورز للثري وبنشوف مين الكومون، وكنا خدنا الكلام ده في الفيرست تير، بس الطريقة دي هتبقى طويلة شوية، فانا هعلمكم دلوقتي طريقة علشان نشتغل بسرعة في الحتة دي. المسألة حجلنا بالمنظر ده، انت عندك دلوقتي دينومينيتور 4 ودينومينيتور 3، مين فيهم الكبير؟ الجريتر مين؟ الفور ولا الثري؟ الجريتر از الفور. يبقى احنا هناخد الكبير الاول، انا عارف ان هو 4 اهو، واقوم سأل نفسي هل الفور دي ديفيزابل باي الثري؟ الفور في تيبل 3؟ لا طبعا مش في تيبل 3، يبقى نجيب لها اول مالتيبل اللي هو ايه؟ على طول اعمل 4 تايمز 2 في دماغي، 4 تايمز 2 في دماغي توصلني لايه؟ توصلني لل8. اسال نفسي ال8 ديفيزابل باي 3؟ لا مش ديفيزابل باي 3، ال8 مش في تيبل 3. ده معناه ايه؟ ان ال8 مش كومون مالتيبل للفور وال3. طيب نعمل ايه بعد كده؟ احنا خدنا 4 تايمز 2 ب8، ناخد المالتيبل اللي بعد كده للفور اللي هو كام؟ اللي هو ال12، ونسال نفسينا هل ال12 ديفيزبل باي 3؟ هل ال12 موجوده في تيبل 3؟ اه موجوده في تيبل 3. طالما لقيت مالتيبل للكبير وديفيزبل على الصغير يبقى هو ده اللي هشتغل عليه. يعني ايه كلمه هو ده اللي هشتغل عليه؟ هجيب الايكويفالنت فراكشن لل3 اوفر 4 والايكويفالنت فراكشن لل2 اوفر 3 اللي يكون الدينومينيتورز ليهم 12. يلا نشوف هنعملها ازاي. ادي كده ال3 اوفر 4، احنا قلنا الليست كومون مالتيبل هيبقى كام؟ 12، يبقى حط هنا 12. ال4 عشان توصل لل12 اتعمل لها تايمز ايه؟ تايمز 3، يبقى لازم اعمل اللي فوق تايمز 3، يبقى 3 تايمز 3 يديني كام؟ يديني 9. يبقى 3 اوفر 4 هنحولها ل 9 اوفر 12، والناحيه الثانيه ناخد مين؟ ال 2 اوفر 3. ادي ال 2 اوفر 3. نعمل ايه في ال 3؟ نخليها 12، ازاي نعمل لها تايمز 4؟ وطالما عملنا لل 3 تايمز 4 نعمل لل 2 تايمز برضك 4، يديني كام؟ يديني 8. يبقى ايه اللي حصل؟ ال 3 اوفر 4 خليناها 9 اوفر 12، وال 2 اوفر 3 خليناها 8 اوفر 12. اه نعرف نقارن كده ما بينهم. ليه؟ لان الدينومينيتور هنا زي الدينومينيتور هنا. يبقى مين بقى الجريتر؟ واضح ان هنا ال 9 جريتر زان ال 8، يبقى ال 3 اوفر 4 كلها جريتر زان ال 2 اوفر 3. تمام؟ هقول تاني، بنعمل ايه لما بنيجي نجيب كومون دينومينيتور؟ اللي احنا عملناه ده جبنا حاجه اسمها الكومون دينومينيتور، بجيبه ازاي؟ بشوف الدينومينيتور الكبير واروح اجيب المالتيبلز بتاعته، اول حاجه اعملها تايمز 2 واشوف اللي هيطلع ديفيزبل باي التاني ولا لا. ما كانش اعمل تايمز 3 واشوف ديفيزبل باي التاني ولا لا، لحد ما يطلع لي مالتيبل للكبير ديفيزبل باي الصغير، هو ده اللي اخده واشتغل عليه، هو ده الكومون دينومينيتور. اوكي، هنحل كتير على الحته دي ما تقلقوش. طيب
لما نيجي نبص بقى على الشكل اللي احنا عملناه ايه اللي حصل؟ ال 3 اوفر 4 جبنا لها ايكويفالنت فراكشن، وال 2 اوفر 3 جبنا لها ايكويفالنت فراكشن. الايكويفالنت فراكشن ده هنا وهنا ساعدني ان انا اعرف اقارن. لما نيجي نبص هنا واضح ان ال 9 جريتر ذان ال 8، يبقى ده الكبير. يبقى ال 9 اوفر 12 جريتر ذان ال 8 اوفر 12، وعشان كده تبقى ال 3 اوفر 4 از جريتر ذان ال 2 اوفر 3. الحته دي يا اولاد مهمه جدا جدا جدا، معلش مش عايزكم تعدوها الا لما تتاكدوا ان انتوا فهمتوا ازاي تجيبوا الكومون دينومينيتور، لان برضو الدرس بتاع الاديشن والسبتراكشن هنستعمل فيه كتير قوي الحته دي. تعالوا مع بعضينا نشوف مجموعه من الاكزامبلز اللي هتعرفنا ازاي نجيب الكومون دينومينيتور. بيقول لي هنا كومبير يوزنج جريتر ذان اور ليس ذان. نيجي نبص على الفراكشن، ادي بروبر وبروبر، يعني الاثنين ليس ذان 1. طيب نبص على الدينومينيتورز مختلفين، النيوميريتورز مختلفين، طب نعمل ايه؟ مين الكبير عندي في الدينومينيتورز، الفور ولا السكس؟ لا السكس هي الكبيره. طب هل السكس يا اولاد ديفيزبل باي الفور؟ لا مش ديفيزبل. لو كانت ديفيزبل كنت هخلي التاني اجيب له الايكويفالنت بتاعه اللي الدينومينيتور بتاعه 6. طبعا احنا هنا ال 6 مش ديفيزبل، طب اعمل ايه؟ مين هو اول مالتيبل لل 6؟ ال 6 تايمز 2 يديني كام؟ يديني 12. اسال نفسي هل ال 12 ديفيزبل باي ال 4؟ اه ديفيزبل باي ال 4، يبقى خلاص يبقى هو ال 12 اللي هيشتغل معايا. يبقى هنجيب ايكويفالنت فراكشن لل 3 اوفر 4 يكون الدينومينيتور بتاعه 12، وكذلك ال 5 اوفر 6 اجيب لها ايكويفالنت فراكشن الدينومينيتور بتاعه از ايه؟ از 12. بصوا بقى هنكمل المساله ازاي؟ هنقول ايه؟ ال 4 عشان تبقى 12 اتعمل لها ايه؟ اتعمل لها تايمز 3، يبقى لازم اعمل لل 3 تايمز 3. يعني ال 4 دي عشان تبقى 12 اتعمل لها تايمز ايه؟ 3، يبقى لازم برضو اعمل النيوميريتور كده. ده اللي احنا اتعلمناه واحنا بنجيب الايكويفالنت فراكشنز، يبقى هنا 9. اوكي طيب يلا ال 6 عشان تبقى 12 اتعمل لها تايمز كام؟ تايمز 2، يبقى لازم اعمل لل 5 تايمز 2 تديني كام؟ تديني 10. اه لما نيجي نبص بقى هنا نعرف نقارن، عندي هنا 12 وعندي هنا 12. طالما الدينومينيتورز ار ذا سيم سو the greater the numerator the greater the fraction. مين فيهم اللي النيوميريتور بتاعه كبير؟ اللي عنده ال 10، يبقى ده is greater than ده. يبقى هنحط اني ساين؟ هنحط الساين دي كده. فهمتوها؟ يلا ناخد واحده كمان. 10 over 24 و 14 over 18. ناخد بالنا واضح ان هم مش في السمبلست فورم، لان ال 10 وال 24 الاثنين في تيبل 2. يعني ممكن اقول 10 divided 2 يديني 5 و24 divided 2 يديني 12. واحنا اتفقنا ما نعملش كومبير الا لما نخفض الاول شكل الفراكشن، كل لما اعمل له سمبليفيكيشن احسن كل لما يبقى افضل. طيب هنا برضو تيبل 2 14 divided 2 يديني 7 و18 divided 2 يديني مين؟ يديني 9. اوكي ونعمل ما بين دول وبعض كومبير، لما اشتغل على ال 12 وال 9 غير لما اشتغل على ال 24 وال 18. انا كده سهلت على نفسي. يلا نقارن الدينومينيتور مش زي الدينومينيتور والنيومريتور مش زي النيومريتور. نعمل ايه؟ روح شوف مين الدينومينيتور الكبير، تلاقيه مين؟ ال 12. ناخد ال 12 على جنب كده، نسال نفسنا سؤال، هل ال 12 ديفيزبل باي ال 9؟ لا. يبقى روح اجيب لها اول مالتيبل. بيجي ازاي اول مالتيبل؟ اعمل لها تايمز 2 تديني كام؟ 24. اسال نفسي هل ال 24 ديفيزبل باي ال 9؟ لا مش في تيبل 9، خلاص ما تنفعنيش، اروح اجيب المالتيبل اللي بعد كده، يعني نزود على ال 24 انذر 12 عشان اجيب لها المالتيبل اللي بعده، تديني كام؟ 36. او اجيبها ازاي من ال 12 على طول؟ نعمل لل 12 تايمز 3. هل بقى ال 36 في تيبل 9 ولا مش في تيبل 9؟ بالفعل موجوده في تيبل 9. وطالما ال 36 ديفيزبل باي ال 9 يبقى هنشتغل على الكومون دينومينيتور اللي هو 36.
هو ده الكومون دينومينيتور اللي هيظهر معايا في الايكويفالنت فراكشن لده ولده. نسال نفسنا بقى دلوقتي، هي ال 12 عشان توصل لل 36 تعملها تايمز كام؟ كانت تايمز 3، يبقى لازم اعمل اللي فوق تايمز 3. 5 تايمز 3 يديني 15. هنا ال 9 عشان اوصلها لل 36 عملنا تايمز كام؟ تايمز 4. يبقى لازم اعمل اللي فوق ده برضو تايمز 4 يديني كام؟ 28. دلوقتي بقى وضحت، عندي هنا 36 وهنا 15 وهنا 28، يبقى مين الكبير؟ هو ده الكبير. يبقى انا عندي نحط ده للزن ايه؟ للزن ده. اوكي، لازم نتعلم الطريقه دي يا اولاد، وبلاش تستعملوا الطرق اللي هي السهله اللي ما بتعلمش الماثيماتكس، اللي هي الباتر فلاي والحاجات اللي هي الايه الغريبه دي اللي هتخليك ضعيف جدا في الماثيماتكس. اوكي، يلا اللي بعد كده 2 and 2 thirds، وعندي هنا 7 over 5. ناخد بالنا، ده انا عندي ده ميكسد، هل اخليه امبروبر وبعد كده اجيب كومن دينومينيتور، ولا ال 7 over 5 ديت احولها لميكسد برضو؟ نحولها لميكسد، لما يكون عندي امبروبر نحوله لميكسد. يلا نحوله لميكسد. ال 7 اقرب حاجه في تيبل 5 ليها، 5 تايمز كام؟ 5 تايمز 1، يبقى نكتب ال 1 هنا. يبقى كام عشان اوصل لل 7؟ هي 5 تايمز 1 يديني كام؟ توصلني لحد ال 5. يبقى بعد ال 5 6 اند 7، عندنا 2، يبقى نكتب ال 2 هنا ونحط ال 5 هنا. ايه ده؟ يعني ال 7 اوفر 5 عباره عن 1 اند 2 اوفر 5؟ يعني اللي النمبر ده فيه 2 هول 1 وده 1 هول 1؟ لا خلاص، يبقى احنا نقارن على طول ما بين ال 2 وما بين ال 1، وال 2 هي الجريتر، يبقى اكيد الفراكشن ده كله هو الايه؟ الجريتر. طب يلا اللي بعد كده، ده يا ولاد عندي امبروبر، واحنا اتفقنا ان الامبروبر على طول ليس ذان 1، ده 4 اوفر 5 النيوميريتور ليس ذان الدينوميريتور، يبقى على طول لما اقارنه بال 1 لازم يطلع اقل منه. طيب تعالوا نراجع مع بعض على الملحوظات دي. احنا قلنا ان البروبر فراكشن لازم يكون ليس ذان 1، والامبروبر فراكشن لازم يكون جريتر ذان اور ايكوال ال 1. ده معنى كده ايه؟ اي شكل يجي لي امبروبر ويقول لي اعمل ما بينه كومبير وما بين واحد تاني بروبر، على طول اقول ايه؟ اقول على طول ان الامبروبر جريتر ذان البروبر. اوكي، طيب يلا نشوف اكزامبل 4. بيقول لي ايه هنا؟ arrange the following fractions in a descending order، يعني from greatest to the smallest. طب انا عندي هنا كام فراكشن؟ عندي 4. طيب كلهم بروبر. طيب الدينومينيتورز مختلفين، نعمل ايه؟ لازم اجيب كومون دينومينيتور. اجيبه ازاي الكومون دينومينيتور؟ عن طريق ان انا اجيب الليست كومون مالتيبل ليهم هم كلهم. اجيبه ازاي؟ نبص على الجريتست دينومينيتور موجود عندي. عندي ال 12، عندي ال 6، عندي ال 8، عندي ال 3. مين فيهم الكبير؟ الكبير ال 12. يبقى هشتغل على ال 12 لوحدها. هل ال 12 ديفيزبل باي ال 6؟ فعلا. هل ديفيزبل باي ال 3؟ تمام. هل ديفيزبل باي 8؟ لا، مش في تيبل 8. يبقى ما ينفعش ناخدها كومون دينومينيتور. انتوا عارفين يا اولادي ان الايد دي لو كانت 4 كان ممكن ناخد ال 12 دي تشتغل مع الفراكشنز دي كلها. طيب هي ما اشتغلتش مع واحد، نعمل ايه؟ مين المالتيبل اللي بعد كده لل 12؟ 24. جبناها ازاي؟ عملنا 12 تايمز 2. ناخد بقى ال 24 ونجربها. طبعا كده كده ما ينفعش اجربها مع ال 12 لانها اكيد هتقبل عليها لان هي جايه منها. ال 24 في تيبل 6؟ 6 تايمز 4. ال 24 في تيبل 8؟ في تيبل 8 3 تايمز 8. ال 24 في تيبل 3؟ في تيبل 3. خلاص، يبقى ال 24 هو ده الكومون دينومينيتور. اوكي، هقولها تاني، ناخد الكبير ونشوف المالتيبلز بتوعه، نجربهم مالتيبل مالتيبل.
ما نفعش ناخد اللي بعده. يبقى احنا هنكمل المسألة ازاي؟ نعمل كده. ونكتب تحت الكومون دينومينيتور اللي هو 24 اللي هو هيساعدني ان انا اعرف اعمل كومبير للفراكشنز دي ما بينها ومن بعضها. يلا نسأل نفسنا بقى سؤال، ال 12 وصلت ازاي لل 24؟ عملنا لها تايمز 2، يبقى لازم اعمل لل 7 تايمز 2 اديني كام؟ 14. ال 6 عشان توصل لل 24 نعمل لها تايمز كام؟ تايمز 4. يبقى ال 5 نعمل لها تايمز كام؟ تايمز 4 برضه، توصل كام؟ توصل 20. ال 8 عشان تبقى ال 24 عملنا لها تايمز 3، يبقى نعمل لل 7 تايمز 3 تديني 21. ها؟ ال 3 تايمز كام تديني 24؟ تايمز ال 8، يبقى نعمل لل 2 تايمز ال 8 يديني 16. اللي احنا عملناه جبنا مجموعة من الايكويفلنت فراكشنز للفراكشنز ديت، بس فيهم ميزة ان ليهم نفس الدينومينيتورز، وبكده نعرف نقارن ما بين النيومريتورز وبعضها. يبقى اللي ليه نيومريتور كبير هو الكبير. يلا نرتب بقى، نكتب كده، يبقى the descending order is ايه بقى؟ مين الكبير؟ 14 ولا 20 ولا 21 ولا 16؟ طبعا ال 21. نيجي نبص بقى ده اصله مين؟ ده مين اصله؟ اصله اللي هو ال 7 over 8. يبقى نكتب الاول 7 over 8. مين اللي بعد كده؟ 14 ولا 20 ولا 16؟ لا 20. اصله ايه؟ اصله 5 over 6. مين اللي بعد كده؟ ال 14 ولا ال 16؟ لا ال 16. اصله ايه؟ اصله 2 over 3. وبعد كده نكتب ال 7 over 12. الاكزامبل ده يا اولاد مهم جدا جدا. لو سمحتوا محدش يعدي الفيديو ويعدي الحته دي الا لما يتاكد انه فهمها تمام، ولو ما فهمهاش معلش يرجع يسمعها تاني. يلا نشوف اكزامبل 5. بيقول لي كومبير يوزنج جريتر ذان ليس ذان اور ايكوال. هنا 3 اوفر 4 وهنا 5 اوفر 6. لازم نجيب كومن دينومينيتور، يعني هنجيب هنا equivalent fraction لل 3 over 4 و equivalent fraction لل 5 over 6، ويكون ليهم هما الاثنين نفس الدينومينيتور عشان نعرف نقارن. طب اقارن ازاي؟ عندي 4 وعندي 6، ناخد الكبير. مين الكبير؟ ال 6. اعمل فيه ايه؟ اجيب له المالتيبلز بتاعته. هو ال 6 نفسها تنفع تبقى divisible over 4؟ لا. مين اللي بعده؟ مين المالتيبل اللي بعد ال 6؟ اعمل 6 تايمز 2 يديني كام؟ يديني 12. هل ال 12 divisible by ال 4؟ فعلا موجوده في تيبل 4 يبقى تنفع. يبقى لو خدنا 12 هنا و 12 هنا هتبقى فعلا equivalent fractions للاثنين دول. يلا نجيب النيومريتور، اجيبه ازاي؟ هي ال 4 عشان تبقى 12 تعمل لها ايه؟ تايمز 3. يبقى نعمل برضه اللي فوق تايمز 3 يديني كام؟ يديني 9. ال 6 عشان تبقى 12 تعمل لها ايه؟ تعمل لها تايمز 2. يبقى نعمل ايه لل 5 تايمز 2 يديني كام؟ يديني 10. ها مين الجريتر؟ يبقى ال 5 اوفر ال 6. ولو سمحتم وبقولها تاني، بلاش تستعملوا طريقه البتر فلاي. لو عايزين تبقوا شطار لازم تتعلموا الطريقه دي بتاعه الايكويفالنت فراكشنز، لان دي اللي هنستعملها في الايه؟ في الاديشن والسبتراكشن. يلا اللي بعد كده. هنا عندي ميكسد وعندي امبروبر. لا يبقى الامبروبر احوله لميكسد. ها ال5 اوفر 2 يتحول ازاي؟ هي ال5 اقرب حاجه في تيبل 2 ليها، عباره عن ايه؟ 2 تايمز 2 توصلني لكام؟ توصلني لل4. يبقى نكتب هنا 2. يبقى انا عايز كام على ال4 عشان اوصل لل5؟ عايز 1. واعمل هنا اوفر 2. يبقى انا عندي هنا 2 اند 4 اوفر 7، وعندي الناحيه الثانيه 2 اند 1 اوفر ال2. يلا نقارن. نيجي نبص، ده انا عندي هنا 2 وعندي هنا 2. إذا مش هينفع، ده الاثنين زي بعض. يبقى نبص على الفراكشنز نشوف مين الفراكشن بتاعه كبير ومين الفراكشن بتاعه صغير، هو ده اللي ايه اللي هيحكم عندي. طيب انا عندي هنا ال 4 اوفر 7 وعندي هنا ال 1 اوفر 2،
ممكن واحد يقول لي ايه يا مستر انا هجيب لهم كومن دينومينيتور، اقول له فكر ما انت عندك طريقه اسهل. يقول لي ايه هي يا مستر، هو انا مش ممكن ال1 اوفر 2 اخلي ال1 ده 4 اعمل له تايمز 4 يديني 4، واعمل لل2 تايمز 4 تديني 8. طب انا استفدت ايه كده يا مستر؟ انت عملت ايكويفالنت فراكشن النيوميريتور قد النيوميريتور. واحنا قلنا ان احنا ممكن نقارن بالطريقه دي، طالما النيوميريتور از ذا سيم از ذا اذر نيوميريتور سو ذا سمولر ذا دينومينيتور ذا جريتر ذا فراكشن. معنى كده ان ال 4 اوفر 7 هتبقى جريتر ذان ال 4 اوفر 8 او ال 1 اوفر 2، وبالتالي ممكن اقول ان ده كله هو الايه الجريتر. يبقى انا لازم افكر في المساله، انا المساله دي ممكن اجيب لها كومون دينومينيتور اه، لكن انا عندي حل سريع ال1 سهل قوي اوصله لل4. تمام، لازم نشغل دماغنا. طيب يلا اللي بعد كده، عندي هنا 1 وعندي هنا 1، يبقى مش هينفع نقارن عن طريق الايه الهول 1 دي، يبقى نقارن ما بين الفراكشنز وبعضها. يبقى انا عندي 1 اوفر 3 وعندي 3 اوفر 9. 3 اوفر 9 كده ما ناخدش بالنا ان في ما بينهم وبين بعض كومن؟ اه دي ممكن دي تعمل لها ديفيجن، ممكن لو قلنا 3 ديفايدد 3 يديني 1، ولو قلت 9 ديفايدد 3 يديني 3. ايه ده؟ ده انا وصلت الايكويفالنت فراكشن تاني ل 3 اوفر 9 وزي ده بالظبط، يبقى هما الاثنين ايكوال، يبقى ده هو هو ده، وبالتالي ال 1 اند 1 ثيرد equals ال 1 and 3 over ال 9. لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك، ولينك الصفحة موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو. تعالوا مع بعضنا نشوف exercise 2. يقول لي put correct for the correct statement and wrong for the incorrect one. 2 over 5 is an improper fraction. هل ال 2 over 5 fraction شكله مش متعودين عليه؟ شكله مش عادي؟ ده احنا شايفين قدامنا النيوميريتور less than الدينومينيتور، يعني ده بروبر فراكشن، يبقى الستيتمنت دي از فولس. ها 7 اوفر 5 امبروبر؟ اه امبروبر. ليه؟ عشان النيوميريتور از جريتر ذان الدينومينيتور، يبقى دي كوريكت. 17 اوفر 12 ها بروبر؟ بقى ده شكله عادي؟ لا ده مش عادي، ده النيوميريتور از جريتر ذان الدينومينيتور، يبقى الستيتمنت دي از فولس. 11 اوفر 15 بروبر؟ اه عشان النيوميريتور ليس ذان الدينومينيتور. 5 and 7 over 8 is a mixed number. بالفعل ده شكل الميكسد نمبر. اللي بعد كده 25 over 3 is a mixed number. هو ده ميكسد ولا امبروبر؟ ده المفروض ان هو امبروبر، بس يا مستر انت قلت لنا الامبروبر والميكسد الاثنين اخوات، يعني ده انا ممكن اخليه ميكسد اه، بس هو على الشكل ده. الشكل ده ايه؟ هل الشكل ده ميكسد ولا امبروبر؟ لا الشكل ده امبروبر، يبقى ما ينفعش نقول عليه ميكسد، يبقى دي كده is wrong. يلا اللي بعد كده. State which is a proper fraction which is an improper or mixed. احنا قلنا البروبر ده اللي شكله عادي او متعودين عليه، الامبروبر اللي شكله مش عادي او مش متعودين عليه، والميكسد اللي فيه ده وده مع بعض. 5 over 6 واضح ان هو بروبر. 6 over 5 هنا اللي فوق اكبر يبقى ده امبروبر. 12 over 7 امبروبر. ها 6 over 7 لا ده بروبر. 5 ده ميكسد وده برضه ميكسد. سهل قوي السؤال ده. يلا اللي بعد كده. يقول لي complete as in the example. الاكزامبل اللي قدامنا ده في عندي كام هول وانز؟ ادي 1 كامل وانذر 1 كامل، يبقى 1 2 اهم، ال 2 اهم. طيب والبروبر فراكشن هنا 2 اوفر 3 اهم. طيب عايزين نحول الميكسد ده بقى
ل improper بنحوله ازاي؟ ده تايمز ده بلس ده. 2 تايمز 3 يديني 6، 6 بلس 2 يديني 8، يبقى الميكسد ده عباره عن 8 اوفر 3. يبقى احنا هنكتب الشكل كله ميكسد نمبر وبعد كده نحوله امبروبر. يلا عندي كام هول وانز؟ عندي 2، نكتب هنا 2. طيب الشكل ده لما اجي اعبر عنه بفراكشن هو متقسم كام بارت؟ 1 2 3 4 5، يبقى نكتب هنا 5. واخدين كام واحد؟ واخدين واحد بس، يبقى نحط ال1 هنا. يلا نحوله امبروبر. لازم طبعا الدينومينيتور يبقى ايه؟ زيه ما بيختلفش. نقول ايه؟ ده تايمز ده بلس ده. 2 تايمز 5 يديني 10 بلس 1 يديني 11. يلا الشكل ده عندي كام هول وانز؟ 1 2 3، عندي 3. وهنا ده 1 اوفر ال 4. لما نيجي نحوله الامبروبر لازم الدينومينيتور يبقى زيه بالظبط. نقول ايه؟ ده تايمز ده بلس ده. 3 تايمز 4 12 بلس 1 13. لما نيجي نعدهم هنلاقيهم 13 بارت، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. يعني 13 بارت من الجزء اللي اسمه 1 فورث او الكوارتر. يلا هنا عندي كام هول وانز؟ 1 2 3، يبقى هنا 3. طيب الشكل ده متقسم قد ايه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، يبقى نحط هنا 8. واخدين من ال 8 كام بارتس؟ واخدين 1 2 3، يبقى نحط هنا 3. الميكسد ده عايزين نحوله امبروبر، نكتب الدينومينيتور الاول زي ما هو. نقول ايه؟ ده تايمز ده بلس ده. 3 تايمز 8 24، 24 بلس 3 27. لو جينا نعد بقى كل دول اللي هي الشيدد بارتس دي هنلاقيها 27. اللي بعد كده 1 2 متقسم كام بارت؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 كده 8. واخدين كام واحد؟ واخدين 7. نحط ال 8 زي ما هي. 2 تايمز 8 16، 16 بلس 7 نعد على ايدينا بعد 16 17 18 19 20 21 22 23، يبقى هنا 23. اللي بعد كده عندي كام هول وانز؟ ادي واحد اهو كامل اهو، يبقى 1 كامل. وده متقسم كام بارت؟ 1 2 3 4 5 6 and 7، يبقى هنا 7. واخدين منه كام بارت؟ 1 2 3 4. طبعا ده يفضل زي ما هو. 1 تايمز 7 يديني 7 بلس ال 4 يديني 11. يلا اللي بعد كده هنا عندي كام هول وانز؟ ادي 1 وادي 1 تاني، يبقى عندي هنا 2. طيب متقسمه كام بارت؟ 1 2 3 4 5 6. واخدين منه كام واحد؟ واخدين منه 1. الميكس ده عشان احوله امبروبر بعمل ايه؟ 2 تايم 6 12 بلس 1 13، يبقى 13 ديفايدد ال 6. يلا نكمبليت از ان ذا اكزامبل. هنا في الاكزامبل بيقول ال 5 اللي هو النمبر العادي ممكن اعتبره امبروبر فراكشن، وعايز يعودني على ان احنا نتعلم ونعرف ان النمبر العادي او الهول وانز عباره عن امبروبر فراكشن. ال 8 عبارة عن ايه؟ 8 over 1. ال 3 عبارة عن ايه؟ هي ال 3 اصلا عبارة عن 3 over 1. طب لما ال 1 يبقى 2 تعمل له times 2، يبقى نعمل ال 3 times 2 تبقى كام؟ تبقى 6. ها؟ ال 3 عبارة عن ايه divided 3؟ 9. ال 5 عبارة عن ايه divided 2؟ لو مش عارفين ممكن نعمل ده كده تحتها 1. ال 5 اكنها 5 over ال 1. ال 1 لما يبقى 2 يبقى الايكويفالنت بتاع ال 5 لازم يبقى 10. 9 over 9 1. يلا 18 divided كام يديني 3؟ 18 divided 6. ال 10 عباره عن 50 divided كام؟ divided 5. التيبلز لازم نحفظ التيبلز كويس جدا. اللي عايز يبقى شاطر في الماثيماتكس وقوي لازم يحفظ التيبلز صح. ال 11 عباره عن 33 divided كام؟ divided 3. يلا هنا ال 7 عبارة عن 8 divided 10 70. طيب هنا 24 divided 6 اديني 4. ال 2 عبارة عن 12 divided كام؟ divided 6. كل الحاجات دي بتتحل بالتيبل، اللي حافظ التيبل هيحل بسرعة. ال 6 عبارة عن 8 divided 6، 8 divided 6 يديني 6 36. نيجي نشوف exercise 5 بيقول لي complete as in the example.
زي ما انتوا شايفين في الاكزامبل في عندي امبروبر، الامبروبر حولناه لميكسد، بس حولناه ازاي؟ النمبر اللي فوق ده شفنا الهول وانز بتاعته قد ايه، وشفنا اللي هيتبقى قد ايه. يعني ال 39 ديفايدد ال 4 اقرب حاجه في تيبل 4 لل 39 ايه هي؟ ال 36، ويبقى كام؟ يبقى 3. يبقى ال 36 ديفايدد 4 تديني 9، والشكل ده ضمناه للشكل ده. يلا نتدرب مع بعض. هو هنا طبعا دي مسهلها لي، بيقول لي ان ال 65 عباره عن مجموعه هول وانز، وهيتبقى عندك بروبر فراكشن 2 اوفر ال 9. طب ما احنا ناخد ال 2 من ال 65 يبقى لي كام؟ 63. طيب ال 63 ديفايدد 9 يديني كام؟ يديني 7. المنظر ده اسمه ايه؟ 7 اند 2 اوفر 9. يلا اللي بعديها 47 ديفايدد 8. هو هنا بيقول لي ان الهول وانز عندك هيتبقى منها 7، يبقى ال 47 تتقسم لايه؟ ل 40 ديفايدد 7. طيب 40 ديفايدد 8 يديني 5. المنظر ده لما نيجي نضمه ونكتبه على شكل الميكسد نكتبه ازاي؟ نكتب ال 5 كده، 5 اند 7 اوفر ال 8. يلا اللي بعد كده 87 لما اخد منها 3 نعمل كاونتنج داون باي 3، 86 85 84 يبقى نحط هنا ال 84. 84 ديفايدد 7، الشاطر هيقول لي يا مستر 12 برافو، ده انت حافظ تيبل 7 لحد ال 12 برافو عليك. هنا 12 بلس 3 اوفر 7 يديني 12 اند 3 اوفر 7. هنا يلا بقى 57 ديفايدد 5، اقرب حاجه لل 57 في تيبل 5، 5 تايمز كام؟ 5 تايمز 11 تمام، توصلني لكام؟ توصلني ل 55. ويبقى كام بقى عشان اوصل لل 57؟ يبقى 2. ال 55 ديفايدد 5 هيديني 11، وال 2 تفضل زي ما هي، يبقى انا عندي دي عباره عن 11 اند 2 فيفثز. يلا اللي بعد كده عايزنا الميكسد نخليه امبروبر، اللي هي ايه؟ ده تايمز ده بلس ده. يلا 4 تايمز 2 يديني 8 بلس 1 يديني 9، يبقى 9 ديفايدد 2. يلا نحول الميكسد لامبروبر، 3 تايمز 2 يديني 6 بلس 1 7، يبقى 7 اوفر 2. 3 تايمز 4 12 بلس 1 13، 13 اوفر 4. يلا هنا ده تايمز ده بلس ده، 10 تايمز 2 20 بلس 1 21 ديفايدد 2. 2 تايمز 5 از 10 بلس 1 11 ديفايدد 5. 3 تايمز 5 15 بلس 4 19 ديفايدد 5. يلا معايا 5 تايمز 6 ها كام؟ 30. نعمل لل 30 بلس 1 يبقى 31، ونكتب الايه الدينومينيتور ما بيتغيرش. يلا 8 تايمز 7 تديني 56 بلس 2 57 58 ديفايدد 7. يلا هنا 7 تايمز 11 سهله 77، نزود عليها ال 8 تبقى كام؟ 85. 4 تايمز ال 10 40 بلس 1 تبقى 41 ديفايدد 10. ها 5 تايمز 12 60 بلس 7 تبقى 67 ديفايدد 12. الاكسرسايز ده مهم جدا، بيعلمنا ازاي نحول الميكسد لامبروبر. يلا هنا اكسرسايز 7، عايزين بقى نحول الامبروبر لميكسد، دي لازم نكون فيها التيبل اقوياء جدا. يلا هنا ال 5 اوفر 4 نسال نفسنا كده، تيبل 4 عشان اقرب من ال 5 هعمل 4 تايمز كام؟ 4 تايمز 1 اوصل بيها لل 4. طب 4 تايمز 2؟ لا 4 تايمز 2 هيديني 8 هنعدي ال 5، يبقى خلينا في 4 تايمز 1. ال 1 ده اكتبه هنا، هيبقى كام عشان اوصل لل 5؟ هيبقى 1، يبقى 1 اند 1 اوفر ال 4. طبعا الدينومينيتور ما بيتغيرش، يعني هنا 10 هكتب هنا 10. تيبل 10 a تايمز ال 10 يقربني من ال 11. 10 تايمز كام؟ 10 تايمز 1 يبقى هكتب ال 1 هنا. 10 تايمز 1 توصلني لحد كام؟ لحد 10.
فاضل لي قد ايه عشان اوصل لل 11؟ فاضل لي 1. نكتبه فوق هنا. يلا هنا 17 ديفايدد 4، ركزوا معايا هنا. تيبل 4، 4 تايمز ايه يقربني من ال 17؟ اقرب حاجه في تيبل 4 لل 17. الشاطر هيقول لي يا مستر 4 تايمز 4 توصلني لحد ال 16. اقول له برافو عليك، يبقى هنكتب ال 4 هنا. ونكتب طبعا ال 4 دي ما بتتغيرش. طب هو انا لما اوصل لحد ال 16 فاضل لي كام واوصل لل 17؟ فاضل لي 1. يتكتب هنا. تعالوا نجرب كده نوصل من هنا لهنا. ده تايمز ده بلس ده، 4 تايمز 4 16 بلس 1 يبقى 17. يلا هنا 19 ديفايدد 8، تيبل 8. نقول كده 8 تايمز كام يقربني من ال 19؟ 8 تايمز 2 توصلني لكام؟ توصلني لل 16. فاضل لي كام بقى من ال 16 عشان اوصل لل 19؟ 17 18 19، فاضل لي 3. نحط ال 3 فوق هنا كده ديفايدد ال 8. يلا هنا 9 ديفايدد 2، 2 تايمز كام تقربني من ال 9؟ 2 تايمز 4 توصلني لمين؟ لل 8. يبقى فاضل لي من ال 8 كام عشان اوصل لل 9؟ فاضل لي 1، يبقى 1 اوفر 2. الاكسرسايز ده مهم جدا يا اولاد، تركزوا فيه قوي. هنا 43 ديفايدد 7، اقرب حاجه لل 43 في تيبل 7. 7 تايمز كام؟ الشاطر هيقول لي يا مستر 7 تايمز ال 6. اقول له هتوصلك لحد فين؟ يقول لي يا مستر 7 تايمز 6 دي 42. طب فاضل لك قد ايه عشان توصل لل 43؟ فاضل لي 1. يبقى نكتبه فوق ونحط ال 7 زي ما هي، لان الدينومينيتور بتاع الميكسد هو هو الدينومينيتور بتاع الامبروبر. طب يلا هنا 37 ديفايدد 6، حط ال 6 زي ما هي كده. 6 تايمز كام يقربني من ال 37؟ 6 تايمز 6 توصلني لحد فين؟ لحد ال 36. فاضل لي كام عشان اوصل لل 37؟ فاضل لي 1. يلا هنا طبعا هيبقى 10. 63 ديفايدد 10، المالتيبلز اوف 10. 10 تايمز 6 توصلني لحد ال 60، يبقى حط هنا 6. فاضل لي كام من ال 60 عشان اوصل لل 63؟ فاضل لي 3. هنا 22 اوفر 6، ايه اللي هو عامله لي ده؟ هو بيقول لي خد بالك ال 22 ديفايدد 6 مش في السمبلست فورم، نوصلها للسمبلست فورم الاول. يعني ممكن اعمل لها ديفايدد كام وديفايدد كام؟ هما الاثنين دول موجودين في انهي تيبل؟ تيبل 2. يبقى لو عملنا لل 22 ديفايدد 2 تديني 11، ولو عملنا لل 6 ديفايدد 2 تديني 3. ده بقى امبروبر، نخليه ميكسد. يلا 3 تايمز كام تقربني من 11؟ 3 تايمز 3 نوصل بيها لحد فين؟ لحد ال 9. من ال 9 لل 11 فاضل لي قد ايه؟ فاضل لي 2. يلا هنا 35 و 21 الاثنين في تيبل كام؟ الاثنين في تيبل 7. الشاطرين هياخدوا بالهم بسرعه. ومهم جدا يا اولاد نحفظ التيبل، بقولها كتير، من غير التيبل مش هنعرف نحل حاجه خالص في الفراكشنز. يلا 35 ديفايدد 7 يديني 5، 21 ديفايدد 7 يديني 3. دي هتفضل 3 زي ما هي. 3 تايمز كام يقربني من ال 5؟ 3 تايمز 1 يتبقى كام؟ يتبقى 2 عشان اوصل لحد ال 5. 45 و 36 مشتركين في تيبل كام؟ برافو، تيبل 9. يبقى ال 45 ديفايدد 9 يديني 5، وال 36 ديفايدد 9 يديني 4. حط دي زي ما هي 4. 5 ديفايدد 4 تديني 1، ويبقى معايا 1 عشان اوصل لل 5. يلا نشوف اكسرسايز 8. بوت السوتيبل ريليشن للزان جريتر زان اور ايكوال. نبتدي بقى نقارن ما بين الفراكشنز، الحته اللي قلنا عليها مهمه بتاعه ازاي نجيب الكومون دينومينيتور. الحته اللي بنستعمل فيها المالتيبلز اوف الجريتر دينومينيتور. عندي الفور والفايف، نعمل ايه؟ ناخد الكبير اللي هو الفايف، اول مالتيبل للفايف. انا عندي الفايف اهي، هل الفايف ديفيزبل باي الفور؟ لا. مين المالتيبل اللي بعد كده؟ التين. هل التين ديفيزبل باي الفور؟ لا. مين المالتيبل اللي بعد التين؟ الفيفتين. هل الفيفتين ديفيزبل باي الفور؟ لا.
مين المالتيبل اللي بعد كده؟ 20. 20 ديفيزبل باي 4، يبقى هنغير الاثنين دول لتو فراكشنز، الاثنين ايكويفالنت، ونخلي الدينومينيتورز بتاعتهم 20. يلا ال 4 عشان تبقى 20 تعمل لها تايمز 5، يبقى نعمل لل 3 تايمز 5 تديني 15. ال 5 عشان تبقى 20 تعمل لها تايمز 4، يبقى 2 تايمز 4 يديني ال 8. يبقى انا لما اجي اقارن الشكل ده سهل عليا اقارن فيه، الدينومينيتور زي الدينومينيتور، يبقى اللي ليه الجريتر نيوميريتور يبقى هو الجريتر، يبقى نحط هنا كده. اللي بعديها مين الكبير؟ ال 6. ناخد ال 6 ونسال نفسنا هل ال 6 ديفيزبل باي ال 3؟ خلاص يبقى هنسيب ده زي ما هو، وده نجيب له الايكويفالنت بتاعه لما يكون الدينومينيتور 6. ال 3 عشان تبقى 6 تايمز 2، يبقى نعمل لل 2 تايمز 2 يديني 4. يبقى ده هو ده، بس الصوره دي هتساعدني ان انا اعمل كومبير. يبقى مين الكبير؟ طبعا ده الكبير. يلا اللي بعد كده مين الكبير؟ ال 8. ناخد ال 8 ونسال نفسنا ال 8 ديفيزبل باي 3؟ لا. يلا نجيب لها اول مالتيبل اللي هو ال 16. المالتيبلز اللي هي التيبلز، نشوف تيبل 8 هل ال 16 ديفيزبل باي 3؟ لا. اديني المالتيبل اللي بعده 24. 24 فعلا ديفيزبل باي 3. يبقى احنا هنغير التو فراكشنز دول لتو ايكويفالنت فراكشنز، الدينومينيتورز بتاعتهم 24، ونسال نفسنا ال 8 عشان توصل لل 24 اتعمل لها ايه؟ تايمز 3. يبقى ال 5 نعمل لها تايمز 3 تبقى 15. ال 3 عشان تبقى 24 تعمل لها تايمز 8، يبقى 2 تايمز 8 از 16. يبقى الفراكشن ده از جريتر ذان ده، ليه؟ عشان فوق عندي هنا 16 وعندي هنا 15. يلا هنا مين الدينومينيتور الكبير؟ ال 10. نسال نفسنا ال 10 ديفيزبل باي 5؟ خلاص يبقى لازم هو مش هغيره. طب نعمل اف ده هو ده بقى اللي يتغير، نعمل له ايكويفالنت فراكشن الدينومينيتور بتاعه 10. ال 5 عشان تبقى 10 تايمز 2، يبقى نعمل لل 2 تايمز 2 تديني 4. يبقى انا عندي هنا 5 اوفر 10 و 4 اوفر 10، يبقى ده الجريتر. يلا هنا مين الكبير؟ ال 7. اول مالتيبل ليها ال 14. ال 14 مش ديفيزبل باي ال 5. مين اللي بعد كده؟ 21. مش هتنفع. اللي بعد كده 28. مش هتنفع. اللي بعد كده ال 35. 35 اليونتس بتاعتها 5، يبقى اكيد ديفيزبل باي ال 5. يبقى هغير التو فراكشنز دول لتو ايكويفالنت فراكشنز الكومون دينومينيتور بتاعهم 35، وده هيساعدني ان انا اعرف اعمل كومبير. ال 5 عشان توصل لل 35 عملنا لها تايمز 7، يبقى 4 تايمز 7 28. هنا ال 7 عشان توصل لل 35 اتعمل لها تايمز 5، يبقى 3 تايمز 5 15. احنا ممكن نقول ايه؟ 35 ديفايدد 5 يديني 7، 7 تايمز 4 28 على طول. بس الكلام ده لما تبقوا بقى شاطرين قوي ممكن نعملها السنه الجايه، يعني نمشي بالديفيجن ما نمشيش بالمالتيبليكيشن. هنا 6 و 7 نعمل ايه؟ نقول كده 7 ديفيزبل باي 6. لا، مين اول مالتيبل؟ طب ممكن نكمل على دي السيرت. هنا ال 14 لا، 21 لا، 28 لا، كل دول مش ديفيزبل باي 6. بعد ال 35 في عندي كام؟ في عندي 42. ال 42 فعلا ديفيزبل باي 6، يبقى هنعمل كومن دينومينيتورز للتو فراكشنز دول 42. 7 عشان تبقى 42 تايمز 6، 6 تايمز 6 يديني 36. ال 6 عشان تبقى 42 تعمل لها تايمز 7، 5 تايمز 7 35. بقت سهل عليا اعمل مقارنه، يبقى ده الجريتر. وطبعا هنا ده الجريتر. يلا اللي بعد كده مين الكبير عندي؟ 12. ال 12 ديفيزبل باي 3؟ يبقى خلاص هنسيب ده زي ما هو، هنغير ده بس، نخلي ده 12. 3 عشان توصل لل 12 تعمل لها تايمز 4، يبقى نعمل لل 2 تايمز 4 تديني 8. ايه ده؟ ده زي ده، يبقى الاثنين ايكوال. هنا 1 وهنا امبروبر فراكشن، واحنا قلنا ان الامبروبر على طول جريتر ذان ال 1،
يبقى ده كده الجريتر. يلا هنا عندي ميكسد وميكسد، نروح نبص على الهول وانز، عندي هنا 2 وعندي هنا 2 قد بعض بالظبط، يبقى نروح نبص على الفراكشن ده والفراكشن ده، ينفع نقارن ما بينهم بسرعه؟ ايوه، لان انا عندي النيوميريتور هنا زي النيوميريتور هنا، يبقى اللي ليه دينومينيتور صغير هو الكبير، يبقى ده كده الجريتر. يلا اللي بعديها هنا 8 ديفايدد 5، يلا نحولها. ال 8 ديفايدد 5 هي ايكوال كام؟ هي ايكوال 1، ويبقى عندي 3 اوفر كام؟ اوفر 5. ال 1 عندي زي ال 1 عندي، يبقى نقارن ما بين مين ومين؟ نقارن ما بين ال 1 اوفر 6 وال 3 اوفر 5. يبقى لازم نجيب كومون دينومينيتور، مين الكبير؟ ال 6 ولا ال 5؟ لا ال 6. مين المالتيبلز بتاعتها؟ 12 18 24 30. يبقى هنلاقي ان ال 30 تنفع تشتغل معايا هنا وهنا، يبقى نعمل كده هنا 30 ونعمل هنا 30. ال 6 عشان تبقى 30 تايمز 5، يبقى ال 1 نعمله تايمز 5 تديني 5. ال 5 عشان تبقى 30 تايمز 6، 3 تايمز 6 از 18، يبقى ده الجريتر، يبقى ال 8 اوفر 5 هي الجريتر. اكسرسايز 9 بيقول لي كومبير ذا فولوينج تو فراكشنز، عايزين نعمل بينهم كومبير زي الاكسرسايز اللي فات بالظبط. بس ناخد بالنا بقى يا اولاد، هنا ممكن نشتغل اسرع. ليه؟ انا بعيني شايف 7 اوفر 3 وال 7 اوفر 3 امبروبر، وهنا ال 4 اوفر 5 وانا عارف ان ال 4 اوفر 5 بروبر. هو احنا مش عارفين وقلنا ان الامبروبر جريتر ذان ال 1 والبروبر ليس ذان ال 1؟ يبقى انا على طول ده جريتر ذان ال 1 وده ليس ذان ال 1، يبقى ممكن اقول على طول ان ده از جريتر ذان ايه؟ ذان ده على طول. يبقى انا في المساله دي انا مش محتاج اجيب كومن دينومينيتور، لان انا عندي قاعده ممكن اشتغل عليها ان الامبروبر جريتر ذان البروبر. يلا هنا عندي 8 وعندي 6، الاثنين بروبر، يبقى نشتغل عادي. نشتغل ازاي؟ ناخد الكبير اللي هو ال 8. هل ال 8 ديفيزبل باي ال 6؟ لا. مين المالتيبلز الاولاني بتاع ال 8؟ ال 16. ال 16 ديفيزبل باي ال 6؟ لا. مين المالتيبل اللي بعد كده؟ ال 24 ديفيزبل باي ال 6؟ ايوه، يبقى ال 24 هو هيبقى الكومون دينومينيتور اللي هشتغل عليه. طب احنا ازاي بنجيب المالتيبلز؟ اعمل الاول هنا تايمز 2، طب وده عشان اوصل له اعمل له تايمز 3، لو عايز اوصل للي بعده اعمل له تايمز 4، او ازود ال 8 طول ما انا ماشي. ال 6 عشان تبقى 24 اتعمل لها تايمز 4، يبقى نعمل ال 5 تايمز 4 تديني 20. ال 8 عشان توصل لل 24 اتعمل لها تايمز 3، يبقى نعمل لل 7 تايمز 3 تديني 21. يبقى واضح جدا ان ده جريتر ذان ده، يبقى ده الجريتر. يلا هنا مين الكبير؟ ال 12، يبقى ناخد ال 12 ونشوف لها المالتيبلز. بس نيجي نبص نلاقي ال 12 ديفيزبل باي ال 6، خلاص يبقى ال 12 تشتغل معايا كومن دينومينيتور، هنسيب ده زي ما هو ونجيب لي ده الايكويفلنت فراكشن بتاعه اللي الدينومينيتور بتاعه 12. ال 6 عشان تبقى 12 تايمز 2، يبقى 5 تايمز 2 يديني 10، يبقى ده هو ده بالظبط. بس احنا هنستعمل الصورة دي عشان اسهل معايا في المقارنة مع الفراكشن ده، هنا 12 وهنا 12، هنا 10 هنا 7، يبقى ده الجريتر. يلا هنا 9 و 10، ناخد بالنا بقى بالنسبة لل 10 لازم على طول المالتيبلز بتاعتها اعمل ده تايمز ده، يعني الكومن دينومينيتور هيبقى هنا 90 وهنا ايه 90. يعني لو خدنا ال 10 وقعدنا نكررها مش هتبقى ديفيزبل معايا على النمبر الثاني الا لما توصل لحد ال 90. اوكي، يلا ال 9 عشان تبقى 90 تايمز 10، يبقى نعمل ال 8 تايمز 10 تديني 8. ال 10 عشان تبقى 90 تعملها تايمز كام؟ تايمز 9، يبقى نعمل ال 9 تايمز 9 تديني 81. مين الكبير؟ ده الكبير، يبقى ده الجريتر. يلا اللي بعديه مين هنا الدينومينيتور الكبير؟ ال 42. نسال نفسنا سؤال، ال 42 ديفيزبل باي 7؟ خلاص يبقى هسيب ده زي ما هو، يبقى ال 42 هيشتغل معايا، يبقى ممكن نوصل الفراكشن الثاني لل 42. ازاي؟ نعمل له تايمز 6،
يبقى نعمل اللي فوق تايم 6 اديني 18، يبقى واضح ان ده جريتر. يلا هنا 2 اند 2 اوفر 3 وعندي 5 اوفر 2، نحول الامبروبر لميكسد. ال 5 اوفر 2 اللي هي 2 اند 1 اوفر كام؟ 1 اوفر 2. عندي ال 2 هنا زي ال 2 هنا، نعمل ايه؟ ناخد الفراكشن ده والفراكشن ده نقارن ما بينهم، ال 3 اوفر 4 وال 1 اوفر 2. طب ما انا ال 1 اوفر 2 الايكوفلنت بتاعها 2 اوفر 4، يبقى نقارن هل ال 2 اوفر 4 اكبر ولا ال 3 اوفر 4؟ لا طبعا ال 3 فورسز اكبر، يبقى الميكسد نمبر ده از جريتر ذان 5 اوفر 2. يلا هنا عندي هنا 2 وعندي هنا 2، يبقى هنقارن ما بين الفراكشنز وبعضيها. عندي ده 9 وده 5، ناخد الكبير اللي هو ال 9، نجيب لها المالتيبلز بتاعتها اللي هي 18 وبعد كده 27 وبعد كده 36 وبعد كده 45. ال 45 اول واحد هيبقى ديفيزبل باي ال 5، يبقى ناخد ال 45 هي الكومون دينومينيتور. ال 9 عشان تبقى 45 اتعمل لها تايمز 5، يبقى نعمل لل 7 تايمز 5 تديني 35. ال 5 عشان تبقى 45 اتعمل لها تايمز 9، يبقى نعمل لل 3 تايمز 9 تديني 27. واضح ان ال 7 اوفر 9 هتديني فاليو اكبر من الايه؟ ال 3 اوفر 5، يبقى ده الجريتر. اللي بعديها عندي هنا 5 وعندي هنا 5. 7 و 8 نعمل ايه؟ ناخد الكبير اللي هو ال 8 ونقعد نجيب له المالتيبلز بتاعته. عباره عن ايه؟ اللي هو تيبل 8 16 24 32 40 48. نيجي نبص لل 56 نلاقيها divisible by ال 7، يبقى ال 56 هي اللي هتشتغل common denominator. ال 7 عشان تبقى 56 تعملها times 8، يبقى نعمل لل 6 times 8 تديني كام؟ 48. ال 8 عشان تبقى 56 times 7، 7 times 7 49. مين الجريتر؟ ده الكبير، يبقى ده على طول هو الجريتر. يلا نشوف اكسرسايز 10. يقول لي ارينج ايتش اوف ذا فولوينج ان اسندنج اوردر. اسندنج يعني من السمولست للايه؟ للجريتست. لما نيجي نبص هنا يا اولاد، انا عندي الدينومينيتورز مختلفه، يبقى مش هينفع اقارن، يبقى لازم اجيب لهم كومون دينومينيتور. اجيبه ازاي؟ ابص على الكبير اللي هو ال 15. هل ال 15 ديفيزبل باي ال 3؟ اه. وال 5؟ اه. خلاص يبقى ينفع، ينفع ناخد 15. ال 15 اخدها كومون دينومينيتور هنا وهنا وهنا. طب ده مش هيتغير. يلا بقى هنا ال 5 عشان توصل لل 15 اتعمل لها تايمز 3، يبقى ال 3 الايكوفلنت بتاعها يبقى كام؟ 3 تايمز 3 يديني 9. يبقى الفراكشن ده ايكوفلنت لده، بس انا محتاج ده عشان اعرف اقارن. ال 3 عشان تبقى 15 تايمز 5، يبقى 2 تايمز 5 يديني 10، يبقى ده ايكويفلنت لده، بس انا محتاج الشكل ده عشان اعرف اقارن. يلا مين الصغير؟ واضح ان ال 7 ده الصغير، اصغر واحد، يبقى نكتب الاصل بتاعه 7 اوفر ال 15. مين اللي بعده؟ 9 اوفر 15. اكتب 9 اوفر 15 ولا اكتب الاصل؟ نكتب الاصل اللي هي 3 اوفر 5، وبعد كده نكتب اخر واحد اللي هو 2 اوفر 3. يلا اللي بعد كده عندي مجموعه مختلفه من الفراكشنز من الكومون دينومينيتور، ناخد الجريتست دينومينيتور اللي هو 12 ونشوف ال 12 ديفيزبل باي الباقي. اه ديفيزبل باي ال 6 وال 4 وال 3، يبقى ناخد على طول ال 12 معانا هي اللي هتشتغل كومون دينومينيتور، وده مش هيتغير. يلا ال 3 عشان تبقى 12 تايمز 4، يبقى ال 1 تايمز 4 يديني 4. هل ممكن نعملها بطريقه ثانيه؟ اه ممكن اقول كده 12 ديفايدد ال 4 يديني 3، 3 تايمز 3 يديني 9. هي نفس الطريقه بالظبط، 12 ديفايدد 6 يديني 2، 2 تايمز 5 يديني 10. اللي عايز يشتغل بالمالتيبليكيشن يشتغل، واللي عايز يشتغل بالديفيجن يشتغل. يلا الاسندنج اوردر، مين الصغير؟ طبعا ده اللي هو 4 اوفر 12، اصله ايه؟ 1 اوفر 3.
اللي بعده 7 over 12. اللي بعده 9 over 12 اصله ايه؟ 3 over 4. مين اللي بعده؟ ده اللي هو اصله 5 over ال 6. اللي بعديه فراكشنز دي مين اكبر denominator؟ ال 36. نشوف نكتب كده ال 36 ونشوف هل divisible by الباقي؟ اه موجوده في تيبل 12 و 9 و 3. يبقى ناخد على طول الكومن denominator 36 هنا و 36 هنا و 36 هنا و 36 هنا. طبعا ده مش هيتغير. يلا هنا ال 3 عشان تبقى 36 تعمل لها تايمز 12. 2 تايمز 12 is 24. ال 9 عشان تبقى 36 تعمل لها تايمز 4. 8 تايمز 4 يديني 32. ال 12 عشان تبقى 36 تعمل لها تايمز 3. 5 تايمز 3 15. يبقى الاوردر عندي ايه؟ مين اصغر واحد؟ ده. يبقى انا عندي 11 هنا 36. مين اللي بعديه؟ اللي هو 15 اللي هو 5 over 12. واللي بعديه اللي هو ده اللي هو 2 over 3. واللي بعديه ده اللي هو 8 over 9. يلا هنا انا عندي امبروبر وعندي ميكسد. يا اما نحول الميكسد لامبروبر يا اما نحول الامبروبر لميكسد. هنا سهل قوي احول الميكسد لامبروبر عشان في 1. يعني 1 تايمز 6 يديني 6 بلس 1 يديني 7. يبقى انا عرفت على طول ان دي 7 ديفايدد كام؟ ديفايدد 6. وهنا 1 تايمز 12 يديني 12 بلس 11 يديني 23 ديفايدد ايه؟ 12. يبقى انا ممكن اقارن ما بين دول. مين هو الدينومينيتور الكبير؟ ال 24. طب ال 24 تشتغل هنا وهنا وهنا؟ اه موجوده في تيبل 12 و 6 و 8. يبقى ممكن اعملها على طول. يعني ممكن اخد ده كده اخلي ده هنا 24 ودي كده ممكن اعملها هنا بالايه بالريد كده هنا 24 وهنا 24 وده زي ما هو. يلا ال 8 عشان تبقى 24 تايمز 3. 15 تايمز 3 هيديني 40 45. هنا ال 6 عشان تبقى 24 اتعمل لها تايمز 4. 7 تايمز 4 28. هنا ال 12 عشان تبقى 24 تايمز 2. 23 تايمز 2 يديني 48 46. يلا مين اصغر واحد؟ اللي هو ده اللي هو 1 اند 1 اوفر 6. مين اللي بعده؟ 31 اللي هو زي ما هو مفيش تغيير فيه. مين اللي بعده؟ اللي هو 45 اللي هو 15 over 8 واخر واحد اللي هو 1 and 11 over 12. exercise 11 بيقول لي arrange each of the following in a descending order. يعني من الجريتست للسمولست. برضو زي ما احنا شايفين مجموعه فراكشنز محتاجه نعمل لها equivalent fractions ليهم نفس الدينومينيتورز عشان نعرف نقارن. هنعمل ايه؟ مين هو الجريتر دينومينيتور هنا؟ ال 21. اروح اسال نفسي موجود في تيبل 3؟ موجود. موجود في تيبل 7؟ موجود. يبقى ينفع ناخد ال 21 as a common denominator. اللي جاي منه يفضل زي ما هو. يلا ال 7 عشان تبقى 21 اتعمل لها تايمز 3. يبقى 3 تايمز 3 يديني 9. ال 3 عشان تبقى 21 اتعمل لها تايمز 7. يبقى نعمل ال 1 تايمز 7 يديني 7. يلا مين الكبير؟ ده اصله ايه؟ 3 اوفر 7. مين اللي بعده؟ ده الاصل بتاعه 1 اوفر 3. واخر واحد اللي هو 5 اوفر 21. يلا اللي بعده. مين الكبير عندي هنا؟ ال 12. نمسك ال 12. 12 موجودة في تيبل 6؟ موجودة. موجودة في تيبل 8؟ لا مش موجودة في تيبل 8. يبقى هنعمل ايه؟ نجيب لها اول مالتيبل اللي هو كام؟ 24. يعني زودنا 12 او عملنا لها تايمز 2. 24 موجودة في تيبل 6؟ موجودة. في تيبل 8؟ موجودة. في تيبل 3؟ موجودة. يبقى ينفع ناخد ال 24 as a common denominator. يلا
3 تايمز كام يديني 24؟ 3 تايمز 8 يبقى 2 تايمز 8 16. ال 8 عشان تبقى 24 تايمز 3، 3 تايمز 3 يبقى يديني 9. ال 6 تملها تايمز كام عشان 24 تايمز 4؟ 1 تايمز 4 يديني 4. وهنا 12 تايمز 2 يديني 24 يبقى 5 تايمز 2 يديني 10. يلا مين الكبير؟ اكبر واحد مين؟ هو ده الاصل بتاعه 2 ثيردز. مين اللي بعد كده؟ ده اصله ايه؟ 5 اوفر 12. مين بعد كده؟ ده الاصل بتاعه 3 اوفر 8. واللي بعد كده اقل واحد ده يبقى 1 اوفر 6. اللي بعد كده عندي هنا 10. مين المالتيبلز بتوعها؟ ناخد ال 10 ونجرب. في تيبل 4؟ لا مش في تيبل 4. يبقى خلاص ناخد المالتيبل اللي بعد كده اللي هو كام؟ 20. مش لازم اجرب على كله، يعني طالما ما ينفعش مع واحد خلاص نجيب المالتيبل. اول مالتيبل 20 في تيبل 4؟ اه في تيبل 10 طبعا عشان جايه من المالتيبلز بتاعها. في تيبل 2؟ ايوه. وفي تيبل 5؟ تمام. يبقى ينفع ناخد ال 20 as a common denominator between ال 4 fractions دول عشان نعرف نقارن. يلا نعملها بالطريقة التانية. 20 divided 5 يديني 4، 4 times 3 يديني 12. 20 divided 2 يديني 10، 10 times 1 يديني 10. 20 divided 10 يديني 2، 2 times 9 يديني 18. 20 divided 4 يديني 5، 5 times 1 يديني 5. يبقى أنا ممكن أعملها بطريقة تانية. ده divided ده واللي يطلع نعمل له times ده. امشوا بالطريقة اللي تريحكم. يا اما تقول ال 5 عشان تبقى 20 عملنا لها تايمز كام؟ نقول 4. نرجع بعد كده نعمل ال 3 دي تايمز 4. ال 4 بقى انا بجيبها ازاي؟ بالديفيجن. بقول كده 20 ديفايدد 5 يديني 4، 4 تايمز 3 يديني 12. مين اكبر واحد؟ 18 ديفايدد 20 اللي هو اصله 9 اوفر 10. مين اللي بعده؟ ده اللي هو 3 اوفر 5. اللي بعده ده اللي هو 1 اوفر 2. واصغر واحد 1 اوفر 4. نيجي اللي بعد كده. ده عندي ميكسد وده عندي ميكسد وده عندي امبروبر يعني جريتر ذان 1، لكن ده عندي بروبر يعني كلهم جريتر ذان 1 وده ليس ذان 1. يبقى ده اصغر واحد، يبقى ناخده على طول نحطه في البليس بتاع اصغر واحد. عندي بقى نقارن ما بين دول، نخلي الاثنين دول امبروبر عشان سهلين. 1 تايمز 2 يديني 2 بلس 1 يديني 3 اوفر 2. وهنا 1 تايمز 8 يديني 8 بلس 3 يديني 11 اوفر 8. وعندي ده 31 اوفر 16. مين فيهم الدينومتر الكبير؟ 16. في تيبل 8؟ ايوه. في تيبل 2؟ ايوه. يبقى نشتغل على ال 16. 16 divided 2 يديني 8، 8 times 3 يديني 24. أو ممكن نقول ال 2 عشان تبقى 16 اتعمل لها times 8. يبقى نعمل لل 3 times 8 توصلني لل 24. 16 divided 8 يديني 2 times 11 يديني 22. وطبعا ده زي ما هو. مين أكبر واحد؟ طبعا اللي هو 31 over 16. اكتبوه في الأول. مين اللي بعده؟ 24. اصله ايه؟ 1 and 1 over 2. وبعد كده 1 and 3 over 8. Exercise 12 بيقول لي write each of the following in its suitable place on the number line. اوكي؟ طيب نفكر فيها ازاي؟ انا عندي مجموعه ما بين ال 0 وال 1، ومجموعه ما بين ال 1 وال 2، ومجموعه ما بين ال 2 وال 3. يبقى المجموعه دي المفروض ان هي بروبر ما بين الزيرو والون. مين هنا البروبر؟ ده ميكسد ميكسد. اه ادي بروبر اهو، ده ميكسد ميكسد وادي بروبر اهو. يبقى اكيد الاتنين دول هما اللي موجودين ما بين الزيرو والون عشان لسه ون. ها مين الجريتر؟ 9 اوفر 10 ولا 1 اوفر 2؟ طب ما يلا نخلي ال 1 اوفر 2 حاجه اوفر 10. ال 2 عشان تبقى 10 تايمز 5 يبقى ال 1 تايمز ايه؟ تايمز 5. يبقى انا عندي 5 اوفر 10 نحطها فين؟
ادي كده 1 اوفر 10 2 اوفر 10 3 اوفر 10 4 اوفر 10 5 اوفر 10. يبقى ال1 ده كله متقسم 10 بارتس، كل واحد منهم 1 اوفر 10. يبقى دي كده 5 اوفر 10 نحط اصلها اللي هي 1 اوفر 2، ودي تبقى ايه 9 اوفر 10. طيب يلا عندي بقى ما بين ال1 وال2 اتنين منهم، مين هما؟ اكيد ده طبعا واكيد ده. ال1 زي ال1، يبقى مين الجريتر؟ اللي هو 3 اوفر 10، ومين الصغير؟ 1 اوفر 10. يبقى نحط هنا 1 اند 1 اوفر 10، وهنا 1 اند 3 اوفر 10. يبقى معايا مين؟ ده وده، هما الاثنين جريتر ذان 2. طيب ال1 اوفر 2 احنا قلنا ان هي 5 اوفر 10 وده 7 اوفر 10، يبقى لازم هنا نحط 2 اند 1 اوفر 2، وهنا 2 اند 7 اوفر 2. اكسرسايز جميل وسهل وبيخليك تفكر. يلا اللي بعد كده، عندي نمبر هحطه ما بين الزيرو والوان، ده لازم يكون مين؟ بروبر. والجريتر زان وان لازم يكون امبروبر. مين في دول البروبر؟ الفور اوفر فايف، يبقى اكيد هي اللي هتتحط هنا. يلا بقى دول نشوف هنعملهم ازاي. هي هنا متقسمة ازاي؟ ادي كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، يبقى متقسمة اوفر ال 10، يبقى لازم نخلي كل اوفر ال 10 علشان نعرف نقارن. كلهم اوفر 10 ما عدا مين؟ ما عدا ال 2. نخليها اوفر 10 ازاي؟ تايمز 5، يبقى 3 تايمز 5 يديني كام؟ 15. طيب كل دول ما بين ال 1 وال 2، يبقى الفراكشن ده يبقى عندي هنا هيكون في 1. 1 اند حاجة over 10. يلا ال 13 over 10 عبارة عن ايه؟ عبارة عن 1 اند 3 over 10. ال 19 over 10 يعني 1 ويبقى 9 over 10. ال 17 over 10 يبقى 1 ويبقى 7 over 10، وده يبقى 1 ويبقى 5 over 10. مين أول واحد فيهم؟ اللي هو 1 اند 3 over 10، عبارة عن ايه؟ 13 over 10. واللي بعد كده 15 over 10 اللي هو 3 over 2. اللي بعد كده 1 and 7 over 10 اللي هو 17 over 10. واللي بعد كده 19 over 10. يلا اللي بعد كده، مين اللي هيكون موجود هنا؟ البروبر. مين هنا فيهم بروبر؟ هو ده ال 2 over 5. يبقى نكتب على طول هنا 2 over ال 5. عندي اتنين منهم ما بين ال 1 وال 2، اكيد هيبقوا مين؟ يا اما ده يا اما ده، لان ده عندي 1 وحاجه وده 1 وحاجه. طب هنا 1 over 5 و 3 over 5 اكيد ده الصغير، يبقى اللي هلاقيه الاول، يبقى ده 1 and 1 over ال 5، وهنا 1 and 3 over ال 5. ما بين ال 2 وال 3 مين النمبر اللي هو 2 حاجه؟ هو ده، يبقى اكيد ده هنا 2 and 4 over 5، واكيد ده اخر واحد اللي هو 3 and 1 over الايه؟ ال 5. تعالوا نشوف مع بعضين exercise 13. يقول لي find the result of each of the following as a mixed number. انا عندي هنا بلس، اتعودنا الدرس اللي فات ازاي نعمل addition. بنعمله ازاي؟ بنحط نفس denominator وبنعمل adding للايه؟ للnumerators. يعني هنا 5 بلس 3 يديني 8، 8 بلس 4 يديني 12. لكن قبل ما نحوله ميكسد ناخد بالنا، انا عندي ال 12 وال 9 الاثنين موجودين في تابل 3، يعني ممكن اعمل لل 12 ديفايدد 3 يديني 4، وال 9 ديفايدد 3 يديني كام؟ يديني 3. يبقى ال 4 اوفر 3 هي اللي نحولها لميكسد. ها 3 تايمز كام يقربني من ال 4؟ 3 تايمز 1 توصلني لحد ال 3، ويبقى كام؟ يبقى 1 اوفر ال 3. يلا اللي بعديها، نفس الدينومينيتور، يبقى هنا عندي 8. يلا 3 بلس 2 يديني 5، 5 بلس 4 يديني 9. 8 تايمز كام تقربني من ال 9؟ 8 تايمز 1 توصلني لحد ال 8، يبقى كام عشان اوصل لل 9؟ يبقى 1، يبقى 1 اوفر ال 8. اللي بعديها هنا يبقى 11، 2 تايمز 5 يديني 7، 7 بلس 7 يديني 14.
يلا نحولها لميكسد. 11 تايمز كام تقربني من ال 14؟ 11 تايمز ال 1 يبقى كام عشان اوصل لل 14؟ يبقى 3، يبقى 3 اوفر ال 11. يلا اللي بعديها هنا يبقى 3 2 4 6 و1 يبقى 7. 3 تايمز كام تقربني من ال 7؟ 3 تايمز 2 توصلني لحد ال 6. يبقى كام عشان اوصل من ال 6 لل 7؟ يبقى 1، يبقى 1 اوفر ال 3. يلا هنا ناخد بالنا بقى البراكت ده يعني اسوسيشن. كلمه اسوسيشن يعني لازم اعمل الاثنين دول الاول الاوبريشن بتاعتهم. يبقى ده هيديني هنا الاول 7 وهنا عندي 9، بعد كده اعمل لها ماينس 1 اوفر ال 7 تديني كام؟ نحط هنا ال 7، 9 ماينس 1 يديني ال 8 اللي هي هتديني 1 اند 1 اوفر 7. اللي بعديها الاثنين دول معمل لهم جروبنج، نعمل لهم الاول الاديشن بتاعتهم. هنا يبقى 15 8 بلس 13، 8 بلس 3 يديني كام؟ يديني 11، يبقى 1 وهنكاري اب 1، 1 بلس 1 يديني 2. بعد كده ماينس 4 اوفر ال 15 اللي هي 17 اوفر 15 اللي هي 1 ويبقى 2 اوفر 15. يلا اللي بعد كده 3 و6 9، هنا بلس مين؟ بلس ال 1. لو كان ده بروبر كنت خليت 1 وده جنبه على طول، لكن ده عندي امبروبر يبقى لازم اخلي الاول ال 1 عباره عن 5 اوفر ال 5 تديني كام؟ 14 اوفر ال 5. يلا نحول بقى ال 14 اوفر 5. 5 تايمز كام تقربني من ال 14؟ 5 تايمز 2 توصلني لحد ال 10. يبقى من ال 10 لحد ال 14 كام عشان اقدر اطلع لها؟ يبقى 4، يبقى 4 اوفر ال 5. يلا اخر واحده معانا هنا 9، 7 ماينس 2 يديني 5 بلس 4 اوفر 9 اللي هي هنا 9 وهنا 9، 9 اوفر 9 يديني ال 1. وبكده يا اولاد يبقى خلصنا ليسون 2. ليسون مهم جدا جدا، اتعرفنا فيه على انواع الفراكشنز، عرفنا ان انا عندي حاجه اسمها البروبر فراكشن اللي هو الفراكشن العادي اللي احنا متعودين على شكله اللي النيوميريتور لسه الدينومينيتور، وتعرفنا على الامبروبر فراكشن اللي النيوميريتور بتاعه كبير اللي هو شكله غريب عليا وشكله غير عادي، وعرفنا ان انا عندي حاجه اسمها الميكسد نمبر، وعرفنا ازاي نحول ما بين الميكسد والامبروبر والامبروبر والميكسد. كل الكلام ده لازم تعرفوه كويس قوي. الدرس ده يا اولاد مهم جدا وما ينفعش نعديه من غير ما نفهمه تماما. يعني لو ما فهمتش الدرس كويس من اول مره ممكن تسمع الايه الفيديو تاني، لما هتسمعه تاني ان شاء الله ممكن تفهم اكتر. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس وبالتوفيق لكم ان شاء الله.